استمر اعتصام المعارضة البحرانية في لندن، والذي بلغ عدده في السنة الثالثة للغزو السعودي للبحرين 155 اعتصاما. وقد ردد المعتصمون شعارات مناوئة للاحتلال السعودي مطالبين برحيله عن البحرين. كما ألقيت بعض الكلمات التي اعتبر فيها المتحدثون أن خطر الحكم السعودي على عموم المنطقة وليس البحرين وحدها. وعلق الدكتور سعيد الشهابي على هامش الاعتصام معتبرا الاحتلال عاجزا عن كسر الإرادة الثورية بعد ثلاث سنوات من الاحتلال والقمع المتزايد. انطلق هؤلاء الشباب في ميادين الحرية مطالبين برحيل الاستبداد وكذلك أيضا المحتلين الذين جاءوا بقواتهم ليشتموا على صدور أبناء البحرين. مع ذلك صمد الشعب وسوف ينتصر بإذن الله تعالى، لأن الله معه ولأن رسالته واضحة وشريفة وكريمة. فيما اعتبر الناشط علي مشيمع أن لا خيار مع الاحتلال إلا المقاومة لتحرير الوطن ونيل السيادة. السلمية والسلام يفرض بالمقاومة، الأمن والأمان تفرضه المقاومة، الحل مع الإرهاب وفي قباله لا يكون إلا بالمقاومة، فرض الاحترام لا يكون إلا بالمقاومة. تحية إلى كل شباب المقاومة، مرحى للمقاومين. ويستمر الحراك الثوري في البحرين الرافض للاحتلال السعودي في ظل تصاعد للخلافات الخليجية بين السعودية والإمارات وقطر، وفي وقت يتوقع فيه المراقبون أن تغييرات كبيرة ربما تطرأ على المشهد الخليجي بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض نهاية الشهر الجاري.